تخطيط المؤسسات التي يواجهها الأجانب في ليتوانيا. قسم الهجرة: الخدمات التي تقدمها إدارة الهجرة. إصدار وثيقة سفر اللاجئين. قضايا منح اللجوء وإصدار الإقامة الدائمة أو المؤقتة. إصدار وتبادل شهادة حق الإقامة المؤقتة أو الدائمة في جمهورية ليتوانيا. تمديد التأشيرة شنغن. تقديم المعلومات والاستشارات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة. سودران. تقوم سودران بتنظيم وإدارة التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي والطوعي وتخصيص ودفع معاشات ومدفوعات التأمين الاجتماعي للأشخاص المؤمن عليهم والتعويضات عن ظروف العمل الخاصة واستحقاقات التأمين الاجتماعي لحوادث العمل والأمراض المهنية والسيطرة على البطالة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع سودران. الرعاية الصحية: يجب على الأشخاص المقيمين بشكل دائم في ليتوانيا دفع اشتراكات التأمين الصحي الإلزامي، وتضمن الدولة للمؤمن عليهم خدمات رعاية صحية مجانية ما عدا الفحوصات أو الإجراءات التي لا يتم دفع ثمنها من موازنة صندوق التأمين الصحي. ويجب على الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي إلزامي أن يدفعوا تكاليف خدمات الرعاية الصحية بأنفسهم. الأشخاص الذين تغطي الدولة تأمينهم الصحي. العاطلون عن العمل المسجلون في خدمة التوظيف العامة باستثناء الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة مؤقت في جمهورية ليتوانيا إذا لم يعملوا في ليتوانيا لمدة 6 أشهر قبل التسجيل في خدمة التوظيف العامة. النساء في إجازة أمومة. الوالد الوحيد الذي يقوم بتربية طفل حتى سن 8 سنوات، وكذلك الوالد الوحيد الذي يقوم بتربية طفلين قاصرين أو أكثر. أصحاب المعاشات والمستفيدين من تعويضات الرعاية الاجتماعية. الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وأطفال المدارس. طلاب بدوام كامل. الأشخاص الذين يتلقون إعانات اجتماعية. يتم توفير خدمات المساعدة الطبية الطارئة لجميع الأشخاص سواء المشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي أو غير المؤمن عليهم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية طارئة، اتصل بالرقم المجاني 112. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لخدمة الرعاية الصحية. دعم اجتماعي. للحصول على معلومات حول الدعم الاجتماعي، البدلات والمدفوعات والتعويضات والخدمات الاجتماعية الأخرى يرجى زيارة موقع الدعم الاجتماعي المعلوماتي. يتم تقديم طلبات الحصول على الإعانات الاجتماعية إلكترونياً على الموقع. خدمة التوظيف العامة. تساعد دائرة التوظيف العامة الباحثين عن عمل على تسهيل عملية البحث عن عمل وإذا لزم الأمر اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. كما تساعد خدمة التوظيف العامة أصحاب العمل في العثور على الموظفين المناسبين. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة التوظيف العامة. تعليم. يتم توفير التعليم قبل المدرسي للأطفال من سن سنة إلى 5 أو 6 سنوات. التعليم ما قبل المدرسي المؤسسي اختياري ويتم تقديمه بناء على طلب أولياء الأمور، والتعليم ما قبل الابتدائي إلزامي ويستمر لمدة عام واحد. يجب على الأطفال من سن 6 المشاركة في برنامج التعليم ما قبل الابتدائي. وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، يكون التعليم وفقاً لبرنامج التعليم الأساسي إلزامياً. بعد الحصول على التعليم الأساسي، من الممكن مواصلة الدراسة في التعليم الثانوي أو برنامج التدريب المهني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لحقوق الطفل. بعد الانتهاء من برنامج التعليم الثانوي أو التدريب المهني واجتياز الامتحانات بنجاح، يمكن للخريجين التقدم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي. يمكن للبالغين الذين يرغبون في اكتساب تخصص جديد أو تحديث المعرفة الموجودة المشاركة في برامج التدريب المهني. حماية. إذا كنت ضحية لجريمة أو شعرت بتهديد أمني، فاتصل بالشرطة. إذا واجهت أي نوع أو شكل من أشكال العنف، أو تعرف شخصاً يعاني من ذلك، فاطلب المساعدة المهنية من طبيب نفساني، أو محام، أو منشأة طبية، أو الشرطة. من خلال الاتصال بخدمات الطوارئ رقم 112، يمكنك الإبلاغ عن انتهاك للقانون أو تهديد مفاجئ للحياة أو الصحة أو السلامة أو البيئة أو الممتلكات، والاتصال بخدمات الطوارئ، الشرطة أو خدمة الإنقاذ من الحرائق أو الإسعاف أو حماية البيئة.
الرقم 112 مجاني ويعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذا الفيديو الإعلامي قد تتغير مع التغييرات في التشريعات. يتم تمويل إنشاء مواد الفيديو من قبل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج ومن قبل